ده كده رمضان وسفره رمضان الجميله الحلوه اللي بتجوعنا دايما كل يوم. بس انا عايز اعرف اهلا اهلا بالعيد. دخلت على العيد؟ طب السحور ما عندوش حاجه عن السحور؟ هو السحور فول وحاجات كده حلوه وجميله وخلاص. وشكشوكه. شكشوكه؟ شكشوكه؟ بتعطش؟ لا بتعطش. لا حلو. ازاي؟ طب ازاي من غير ما تعطش؟ ما تحطيش عليها حاجات مسبكه، يعني الطماطم من غير ما تسبك. يعني تقطع طماطم كيوب صغننه، البصل كيوب صغننه، الفلفل تشوح كده، والطماطم تنزل ميتها اهم حاجه، تكسر عليها البيض، تقلب كده، تمام جدا. ده الشكشوكه جنب الفول مثلا، يعني انا اعرف. وايه تاني ممكن؟ ولازم طبعا لبن، والمهم جدا الموز. تاكل موزه؟ عشان العطش. عايزه اقول لك بتمنع العطش، وفيها نسبه بوتاسيوم حلوه قوي بجد، بتحسن وبتحسن المزاج. هي اصلا بتشتغل على المخ، اصلا بتخلي بتحفز الخلايا، في خلايا بتساعد المخ بتحافظ عليه وبتحمي. طب انت